بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله. ونلتقي اليوم مع وقفات من فتح مكة المكرمة، والذي يوافق مثل هذا اليوم من السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفتح الذي كان له ما بعده، والذي أقام دولة الإسلام وهزم دولة الشرك في معقلها في مكة المكرمة. وأريد هنا نتحدث عن قيم أو عن وقفات تتجلى في هذه الغزوة أو في هذا الفتح المبين المبارك. بداية، أول هذه القيم والمبادئ هو التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا ليس له خيار، وليس له كلام بعد كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ففي قضاء الله وقضاء رسوله خير للأمة. يتجلى ذلك في صلح الحديبية، وهو الفتح المبين الذي أنزل الله عز وجل سورة الفتح، والمراد بهذا الفتح هو صلح الحديبية. يقول تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فسمى الله عز وجل صلح الحديبية، سماه فتحا، وأشار إلى فتح مكة في نفس السورة بقوله تعالى: فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، أي فتح مكة. وذلك أن بنود هذا الصلح لو تأملها الإنسان لوجد أن فيها هضما للمسلمين وإيقاسا لحقوقهم، وإعطاء المشركين حقوقا فوق الحقوق التي أخذها المسلمون. فمن ذلك أن من فر من مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسلمه النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش، ومن فر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة فإن قريش لا تسلمه لهم. وقد رأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذا إسفافا وظلما للمسلمين، لكن قضاء الله عز وجل وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم لا شك أن فيه الخير، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يطمح إلى فترة من الهدنة، وهي العشر سنين التي تم الاتفاق عليها، يأمن فيها الناس وتنشط فيها حركة التجارة وتنشط فيها حركة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهيئ المناخ للدعوة إلى الله عز وجل. لكن هذا الصلح كما قلت كان سببا في الفتح الأعظم، وهو فتح مكة المكرمة. فقد جاء في بنوده أن من أراد من العرب أن ينضم إلى حلف قريش فليفعل، ومن أراد أن ينضم إلى حلف محمد عليه الصلاة والسلام فليفعل. فانضمت بنو بكر إلى حلف قريش، وانضمت بنو خزاعة إلى حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان ما كان، ونقضت قريش العهد والميثاق، واعتدى رجال منها مع رجال من بني بكر على قبيلة خزاعة وقتلوهم وهم يصلون. تتجلى الآن القيمة الثانية، وهي إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم والوفاء بالعهود. هذه كلها تجلت في هذا الموقف، لما
قتلت قريش وبنو بكر من قتلوا من بني خزاعة من المسلمين وغيرهم وألجأوهم إلى الحرم، خرج رئيسهم عمرو بن سالم الخزاعي وبديل بن ورقاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول له: ناشدتك الله يا محمد، وذكر قصيدة جاء فيها: إني ناشد حلفك وحلف أبيك الأتلدى، إن قريشا أخلفوك الموعدا، وبيتونا سجدا وركعا وسجدا، يعني قتلونا ونحن نصلي على حين غرة. فلما قال هذه الكلمات التي ناشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصره، قال عليه الصلاة والسلام: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم، إني لأرى السحاب يستهل بنصرة خزاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه هذا الذي بينه وبينه حلف، وفى بحلفه وبعهده معهم، لأن الحلف معناه أنه ينصر أحدهما الآخر حين الاعتداء عليه. فوفى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه عمرو بن سالم مظلوما، فقد أخذوهم غدرا وقتلوهم وهم ركع وسجد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعداد لفتح مكة المكرمة. أيضا من القيم التي تتجلى في هذه الغزوة أو في هذا الفتح المبارك التثبت قبل إصدار الأحكام. كثير منا يرى موقفا أو يسمع كلاما فيبني على ذلك إصدار حكم على الناس دون أن يتثبت من هذا الأمر. وللأسف أكثر من يقع في هذا ما يسمى بالإعلام الحر أو بالقنوات الإعلامية التي تبث الأخبار وتنسج حولها الوساوس والتحاليل وتتهم الناس ظلما وبهتانا دون تثبت ودون بينة. يتجلى ذلك في هذه أو في هذا الفتح المبارك عندما كتب حاطب ابن أبي بلتعة وهو من المهاجرين، كتب كتابا إلى قريش مع امرأة يخبرهم فيها بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. وجاء الوحي من السماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بأمر الكتاب. وهنا نبينا صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يخرج إلى مكة دعا الله عز وجل أن يعمي عنهم العيون والأبصار، وجعل الأمر سرا ولم يفشه في أصحابه. فحاطب ابن أبي بلتعة لما سمع الخبر أرسل إلى قريش يخبرهم، ومع أنه مسلم وممن شهد بدرا وممن هاجر فهو من المهاجرين البدريين، له منزلة عظيمة في الإسلام. فأخبر الوحي النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وأبا لبابة بن الحارث، وطلب منهم أن يأخذوا الكتاب من هذه المرأة. وفعلا جاءوا بالكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أخذ الكتاب عليه الصلاة والسلام وقرأه كان فيه كلمات من حاطب يقول لهم فيها أن محمدا عليه الصلاة والسلام جاءكم بجيش كالسيل ولا قبل لكم به، يعني قال لهم كلمات يخوفهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله، والله ما ارتدت عن ديني، وإنما كان لأصحابك أهل وعشيرة يحمون أولادهم وزوجاتهم في مكة، وأنا كنت لصيقا، لأن حاطب ليس من قبائل قريش وإنما هو حليف لهم، فأردت أن تكون عندي لهم يد يحمون بها أولادي وزوجتي. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه فقد نافق. فقال صلى الله عليه وسلم: لا،
ما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهنا التثبت وقع من النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل حاطب ما حملك على هذا؟ الأمر وقع والكتاب بأيدينا، فما هو السبب الذي حملك على هذا؟ هل هو ردة وموالاة للكفار أم غير ذلك؟ فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتثبت من حاطب قبل أن يصدر عليه الحكم، لأن الله عز وجل نهى عن موالاة الكفار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وهذه الآيات إنما أنزلت في قصة حاطب رضي الله تعالى عنهم. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فموالاة الكفار، محبتهم ونصرتهم على المسلمين هو كفر بالله عز وجل، ويسير أهله كأنهم هؤلاء الذين والونهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما كان الأمر عظيما تثبت من حاطب بن أبي بلتعة ما الذي حملك على هذا؟ ثم كانت حمية عمر للإسلام، قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه، قال لا، فإنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهنا قيمة أخرى، وهي أن الحسنات العظيمة تمحو السيئات التي يرتكبها الناس، فشهود بدر هي منقبة عظيمة وهي حسنة عظيمة للإنسان أن يكون ممن شهد بدرا. فلما وقعت هذه الواقعة غمرت هذه السيئة التي فعلها حاطب رضي الله تعالى عنه غفرت في بحر حسناته، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أيضا مما يتجلى في هذه الغزوة أن نبينا صلى الله عليه وسلم يسعى إلى حقن الدماء، ولو كان ذلك بإعطاء مزية لعدوه، يعطيه مزية حتى يحقن بذلك دماء المسلمين، لأن الغرض في الإسلام ليس هو قتال الكفار، وإنما الغرض الحقيقي هو هداية الناس جميعا إلى الإسلام. وأيما أمر يقف في طريق الهداية فإنه يقتلع ولو أدى ذلك إلى القتال. فالغاية العظيمة هي هداية الناس للإسلام. يتجلى ذلك في موقفين في هذه الغزوة أو في هذا الفتح. الأول لما جاء أبو سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يمدد في الصلح، ثم كان مكان ولقائه بالعباسي عم النبي عليه الصلاة والسلام ودخوله على النبي صلى الله عليه وسلم وإعلان إسلامه، فطلب العباس أن يعطي النبي عليه الصلاة والسلام أبا سفيان ميزة يتميز بها ويفتخر بها لأنه كان يحب الفخر، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل البيت أي المسجد فهو آمن. يتجلى هذا أيضا في الموقف العظيم الذي وقفه رسول رب العالمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عندما جمع للنبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش عند الكعبة،
وخطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كلماته المشهورة: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ فكان لجوءهم إلى أسلوب الاستعطاف والاسترحام وإلى التذكير بالقرابة بينهم. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فلما قالوا هذه الكلمات قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. كلمات مدوية يقولها عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فكان ذلك سببا في دخول الناس في دين الله أفواجا. وأنزل الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفروا إنه كان توابا. لو نظرنا إلى هؤلاء الذين من عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تمكن منهم، بعد أن أمكنه الله عز وجل من رقابهم، هؤلاء صناديد قريش، هؤلاء صناديد الشرك، هؤلاء الذين أخرجوه من مكة المكرمة، هؤلاء الذين آذوه وعذبوه وعذبوا أصحابه وأخرجوه من ديارهم وأموالهم وفعلوا بهم الأفاعيل. لكن نبينا الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم لما قدر عفا ورحما: اذهبوا فأنتم الطلقاء. قيمة عظيمة، قيمة العفو عند المقدرة، قيمة الرحمة من القيم التي حثنا عليها ديننا الإسلامي، تجلى في مواقف عدة من مواقف نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم من القيم أيضا التي نستفيدها من هذه الغزوة أو من هذا الفتح: حب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا الحب على حساب آبائهم وأبنائهم وإخوانهم، وهؤلاء يمتثلون قول الله تعالى في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثمانية بثلاث: الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة والأزواج والتجارة والأموال، ملذات الدنيا. هذه الثمانية لو كانت أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وهذا تهديد من الله سبحانه وتعالى. تجلى موقف الحب في عمر بن الخطاب، في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما جاء أبو سفيان وأركبه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته ومر على قوم كان فيهم عمر بن الخطاب من المهاجرين، فقال عمر: عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك من غير عهد ولا ميثاق. فذهب العباس ببغلته مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ الأمانة لأبي سفيان. وذهب عمر مسرعا وكان بطيئا قليلا، فسبقه العباس ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام، وطلب عمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل أبا سفيان ولا يؤمنهم. فقال العباس كلمة، قال: يا عمر، أن كان ليس من بني عدي؟ وعمر بن الخطاب هو من بني عدي، من بطون قريش، يعني أنت إنما تريد أن تقتله لأنه ليس من بني عدي، ليس من قبيلتك، ولو كان من قبيلتك ما فعلت هذا. وأبو سفيان هو من بني عبد مناف، ونبينا عليه الصلاة والسلام والعباس من بني عبد مناف.
فقرابتهم أكثر من قرابة عمر. فقال عمر مهلا يا عباس، فوالله لإسلام الخطاب لو أسلم أحب إلي من إسلامي لإسلام العباس لما أسلم أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما ذاك إلا لأنني أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إسلامك. يعني إسلامك أنت يا عباس يا عم النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من إسلام أبي الخطاب. وما ذاك؟ يعني ليس هناك سبب لهذا إلا أنني أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إسلامك. ولا يمكن لعمر أن يتهم بهذا، فعمر ممن أنزل الله عز وجل فيهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فعمر ممن أنزلت فيه هذه الآية فهو ممن كتب الله في قلبه الإيمان وأيده بروح منه. وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد غزوة بدر قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما استشارهم عليه الصلاة والسلام فيما يفعل في الأسارى، فقال عمر يا رسول الله اعطني ابن عمي فلان أقتله. فلم تكن الحمية القبلية لها تأثير على قلب هذا المؤمن العظيم صاحب الفراسة الملهم المحدث الذي أخبر عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. أيضا من القيم العظيمة في هذا الفتح المبارك قيمة أداء الأمانة. أداء الأمانة قيمة عظيمة في الإسلام، والله عز وجل أمر بها في كتابه الكريم وأمرنا بها رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. بل تجلت أداء الأمانة في نبينا عليه الصلاة والسلام في هجرته من مكة إلى المدينة، فقد كان يعرف عليه الصلاة والسلام بالصادق الأمين في مكة، وكانت قريش بساداتها يأتون إليه بأماناتهم وودائعهم فيتركونها عنده أمانة لما يعلمون من صدقه وأمانته. ومع ذلك أرادوا قتله يوم الهجرة، سلط عليهم أبو جهل وأخذ من كل قبيلة أو من كل بطن من قريش فتى شابا قويا، وأرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة حتى يتفرق دمه في القبائل ولا تطالب بنو هاشم إلا بالدية. ونزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام وخرج مهاجرا، لكنه لم يقل هذه أموال الكفار وسأخذها وهي غنيمة لي أذهب بها في سفري هذا وأستعين بها على قتال أعداء الله، لا، إنما هي أمانات عنده، وإن الله يحب أن تؤدى الأمانات إلى أهلها. فأوصى علي بن أبي طالب ابن عمه أن يؤدي هذه الأمانات إلى قريش. في هذا الفتح تجلت هذه الأمانة مرة أخرى عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة وكانت عنده مفاتيح الكعبة، وقال له العباس يا رسول الله اجمع لنا السدانة مع السقاية، أي أعطنا مفتاح الكعبة واجعله لبني هاشم منقبة تكون لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها ركعتين وهدم الأصنام التي فيها، ثم قال أين طلحة، أين عثمان ابن طلحة؟ فجاءه فسلم النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة لعثمان وكان مشركا، وقال خذوها خالدة تالدة لا ينزعها عنكم إلا ظالم إلى يوم القيامة.
ومنذ ذلك الوقت ومفتاح الكعبة في يدي ذرية شيبة ابن عثمان ابن طلحة ولعله إلى هذا الوقت. فهنا نبينا صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة لما أخذ المفتاح من عثمان وكان هو ساجن الكعبة، رد المفتاح إليه، وأنزل الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. في هذا الفتح المبارك خطب نبينا صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة أرسى فيها قواعد الإسلام وأرسى فيها أمورا عظام، فمن ذلك وهي وصية له صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الوصية هي عدم الاقتتال بين المسلمين، بيان عظم حرمة دماء المسلمين، جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة وقال لهم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. كان اليوم يوم النحر أو يوم عرفة، وكان في شهر محرم شهر ذي الحجة، وكان في البلد الحرام مكة المكرمة. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة بحقن الدماء. فهلا أخذنا هذه الوصية وعملنا بهذه القيم التي يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان يا رمضان.